السفير محمد جابر ابو الوفا سافرنا في تنزانيا ونطمن على بعثه نادي الاهلي. سيد سفير مساء الخير. مساء الخير كابتن فيل. ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك وضيوفك الكرام ومشاهدي قناه مصر. نطمن يا فندم من حضرتك على بعثه نادي الاهلي. الحقيقه انا بكلم حضرتك دلوقتي وانا في مطار جوليوس ميريري الدولي في دار السلام. البعثه وصلت من حوالي يعني 45 دقيقه والحمد لله تقريبا انهوا كل الاجراءات وهم تقريبا دلوقتي يعني جاهزين للتحرك لفندق الاقامه، يعني خلال 5 دقائق هنتحرك ان شاء الله لفندق الاقامه. يا رب. ممكن يا فندم تكلمنا هناك عن الاجواء، اهتمام الناس هناك بالمباراه، التامين، ظروف كورونا، الوضع شامل يعني. الحقيقه طبعا في اهتمام كبير جدا في وسائل الاعلام التنزانيه سواء الصحف او القنوات التلفزيونيه بالمباراة، وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر من يعني 3 أو 4 أيام يعني متصدر هذه المباراة، متصدرة كل اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الانتصارات الكبيرة اللي حقق النادي الأهلي على الصعيد المحلي والقاري وكأس العالم للأندية وحصول على المركز الثالث والميدالية الفوزية، تصدره للمجموعة بعد الفوز على المريخ السوداني، طبعا يجعلهم مدركين تماما انهم امام يعني فريق قوي له سمعه كبيره. ولكن طبعا نادي سيمبا كمان يعني معنويات مرتفعه جدا لانه هو بيشارك النادي الاهلي في صداره المجموعه الاهلي بفارق الاهداف بعد فوز خارج ارضه على نادي بيتا كلوب الكونغولي، وعندهم اصرار وفق الصحف على تحقيق اداء جيد امام نادي القرن. فيعني في زخم واهتمام اعلامي كبير جدا بالمباراه. يعني الحمد لله احنا عملنا الترتيبات بالتنسيق مع اتحاد الكره التنزاني وسيمبا وبالتنسيق مع النادي الاهلي. يعني كابتن محمود الخطيب كان على اتصال هاتفي معايا من حوالي ساعتين بيطمن على كل الترتيبات، ويعني طمنت جاته على كل الترتيبات ان شاء الله. تم حجز الملاعب الفرعيه اللي هيتم فيها التسليم، هي ملاعب الحقيقه متميزه، وان شاء الله تدريب الاساسي هيكون على استاد على ملعب استاد بنج في النقابه يوم الاثنين في نفس موعد المباراه ان شاء الله. وباذن الله الامور يعني بتسير بشكل جيد. درجات الحراره تقريبا يعني طبعا مختلفه عن مصر تماما، نتكلم على درجه حراره من 26 ل 31 درجه مئويه، يعني الجو صيفي شويه، نسبه الرطوبه عاليه نسبيا. عشان كده يمكن نحاول التدريبات تكون في نفس موعد المباراه عشان اللعيبه يبتدوا يتأقلموا على يعني جو اجواء المباراه يعني خلال اليومين الثلاثه اللي جايين، بحيث ان شاء الله يوم المباراه يكونوا اتعودوا على الجو والاداء في نفس طريقه المباراه ان شاء الله. الحقيقه يا فندم دي اجابات على اسئله اكتر من اللي انا كنت اتمناها. يعني بشكر حضرتك طبعا ودايما يعني تعبينكم الحقيقه في كل حته، سفرائنا الحقيقه في كل حته لهم كل الشكر. وفندم يعني نتابع مع حضرتك ان شاء الله باذن الله قبل اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكرك سيد سفير، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الحقيقه يعني كل سفرائنا في كل حته في العالم، اي فريق بينزل، اهلي زمالك، اي فريق مصري، اي منتخب، الحقيقه بيكون ليهم كل التحيه وكل الاحترام.